من خلال الكونسبتس تستعرض شركات السيارات عادة قدرات الإنتاجية، إن كان من ناحية التصميم أو من ناحية التكنولوجيا، وخاصة بالنسبة للأفكار المبتكرة يلي بتتمتع فيها. من خلال إيزي ألتيمو كونسبت عم بتفرجي رونو قدراتها بكل هالمجالات بوقت واحد. لقياسات كبيرة وبتدل على ليموزين بتحتاج لطرقات واسعة للتحرك بسهولة مع طول إجمالي بيبلغ 5 متر و 80 سنتيمتر، علماً أنه هالسيارة الاختبارية تتمتع بتصميم من وحي المستقبل ومش تقليدي على الإطلاق. الواجهة الأمامية بتتميز بالرفاريف وبالإطارات النافرة وكمان بشكل الإنارة العمودي يلي بيمتد جزئياً بالعرض بالأسفل ليلامس عاكس الهواء. ومن ضمن الابتكارات غير التقليدية زجاج أمامي بيلامس من جهته خط كروم يلي بيحمل شعار رونو والمثبت بأعلى الواجهة الأمامية. والخطوط الانسيابية اللي بتترافق مع ارتفاع بيبلغ 1.35 سنتيمتر بس تتكون بجزء كبير منها من الزجاج يلي بيمتد للخلف عبر الجزء العالي من الهيكل، بينما الجزء الوسطي مزود بقطع من الممكن التحكم بمستوى شفافيتها إن كان للسماح بمرور النور الطبيعي أو لتعتيمه كلياً حفاظاً على الخصوصية. واللافت إنه الجزء الجانبي بيتحرك للخلف بتحكم كهربائي لتسهيل صعود الركاب للمقصورة أو لنزول منها، علماً أنه التصميم ما بيوحي بوجود هالأبواب المخفية من ضمن الخطوط الانسيابية. وتعتبر الإطارات ضخمة وهي مندمجة تماماً ضمن أطراف جسم إيزي ألتيمو الاختبارية. وبالخلف الشكل العام مشابه للتصميم الأمامي لجهة اعتماد رفاريف وإطارات نافرة وإضاءة عمودية مع جزء منها بيمتد بالعرض، لكن هالمرة من الأعلى ومش بالأسفل مثل بالأمام. وبتختلف هالإنارة الخلفية كمان بلون الأحمر بدلاً من الأبيض. وتميز هالكونسبت الجديدة من إنتاج رونو ما بيقتصر على الشكل الخارجي المبتكر، ولكنه بيشمل الداخل يلي هو أقرب لغرفة جلوس فخمة كتير من مجرد مقصورة عادية، وتم استخدام مواد كتير فاخرة بصناعة الديكور الداخلي مثل الرخام مثلاً، إلى جانب المواد المترفة المعروفة بصناعة السيارات ومن بين الخشب والجلد والكروم وغيرهم. والمساحات الداخلية واسعة وبتأمن جلوس 3 ركاب بكل راحة من خلال مقعد متحرك بمواجهة مقعد ثابت لشخصين، والسقف مزود بقطع زجاجية كبيرة لتعزيز شعور الانشراح مع إمكان تعتيمها عند الرغبة لحجب الرؤية من الخارج للداخل. والأهم إنه الركاب داخل المقصورة بيستفيدوا من نظام تواصل لاسلكي بشبكة الإنترنت بيستخدم تقنية 5G، وكمان مع تطبيقات متطورة خاصة بالهواتف وبالأنظمة الإلكترونية الذكية بشكل بيسمح بالعمل أو بالترفيه خلال الانتقال من موقع للتاني. ميكانيكياً تستفيد رونو إيزي ألتيمو كونسبت من تكنولوجيا قيادة ذاتية كتير متطورة مصنفة من المستوى الرابع من أصل 5 مستويات، علماً أنه التقنيات الحالية بعد ما بتسمح باعتماد المستوى الخامس للدفع الذاتي والآلي بشكل فعال بمختلف ظروف القيادة. وتم بالتالي تزويد هالسيارة الاختبارية الفرنسية بمجموعة كبيرة من كاميرات التصوير ومن أنظمة الرادار ومن أجهزة التحسس والاستشعار، إضافة لنظام GPS لتحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية بهدف تأمين تحركها بشكل فعال وآمن على الطرقات. صحيح أنه إيزي ألتيمو هي مجرد كونسبت استعراضي وبالتالي ما رح يتم إنتاجها بوقت قريب، لكنها بتحمل مجموعة من الأفكار المبتكرة من رونو يلي ممكن أنه تبدل مفهوم التنقل على الطرقات بالمستقبل مش لكتير بعيد. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.